ولنقاش ملف فشل مفاوضات أستانا وتداعياته على الموقف الأمريكي على الأزمة في سوريا، ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة مرسين التركية رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار الأستاذ غزوان قرنفل. أهلا بكم. أهلا أستاذ بحضرتك. أستاذ غزوان، بعد انتهاء الجولة 15 من اجتماعات أستانا والتي لم تتوصل لشيء في مسار العمليتين السياسية والعسكرية في سوريا، إلى أي مدى كان متوقعا فشل هذه الجولة من أستانا بعد تعثر الجولات السابقة ومنها اللجنة الدستورية؟ يعني الحقيقة نحن عم نحكي اليوم عن الجولة رقم 15 في هذا المسار. لم يحصد السوريون أي نتائج إيجابية من الجولات 14 حتى يأملوا أن يحصلوا على شيء فيما يتعلق بثمار الجولة 15. أعتقد أن هذا المسار يعبر عن مصالح القوى المشاركة في أكثر مما هو معبر عن مصالح وحاجات السوريين. نعم. بمعنى أنه هذا الاجتماع وهي المسار الحقيقة كله يراد منه ترسيخ رقعة المصالح للدول المنخرطة في هذا المسار اولا، وتثبيت هذه الرقعه ضمن يعني حدود القوى الغير متوازنه في النتيجه في الساحه السوريه. ولكن ما يهم روسيا في هذا السياق، وهي يعني الراعي الاساسي لمثل هذا المسار، انه تعيد انتاج النظام السوري مره اخرى، خصوصا انه تعقد اليوم الجلسه ونحن على بعد أشهر فقط من استحقاق هو الانتخابات الرئاسية في سوريا، والتي لا تمانع اليوم روسيا بعقدها، وما يزال الموقف الدولي غامض ومبهم وضبابي بشأن ما قد ينتج عنها. كيف يفسر الموقف الأمريكي بعدم المشاركة في مسار أستانا إلى جانب تركيا وروسيا وإيران؟ هلا بطبيعة الحال الولايات المتحدة اصلا لم تكن يعني داعم لهذا المسار منذ البداية، ولكن يعني عدم انخراطها لانه لا تملك الى الان يعني رؤية حول انه ماذا ستفعل الولايات المتحدة. يعني معلش، اليوم الولايات المتحدة لا تريد هذا المسار، وهذا شيء جيد بالنسبة للسعودية، ولكن نحن ننتظر مقاربة أمريكية جديدة فيما يتعلق بالملف السوري. هي ركزت الولايات المتحدة، المعذرة على المقاطعة، ركزت على القرار الأممي رقم 2254. ما أفق إمكانية تطبيقه على الأرض وكيفية تنفيذه؟ هذا اللي يعني أريد قوله. كل الأطراف الحقيقة تتلطى وراء القرار 2254، لكن المخرجات عم تجهض هذا القرار. حقيقة يعني كل القرارات الدولية أنتجت خريطة متكاملة للحل في سوريا، ولكن الجهد الدولي عم يفرغ هاي الخريطة من محتواها الأساسي اللي هو ضرورة وجود سلطة انتقالية، هيئة حكم انتقالية هي التي تؤسس للمرحلة القادمة. هذا الكلام لا يقارب أحد اليوم، حتى الولايات المتحدة لا تقارب هذه المسألة، كله عم يتلطى في القرار الدولي 2254، ولكن كله يخرج بمخرجات الحقيقة لا تلبي الحد الأدنى مما طلبه الشعب السوري، ولا تلبي موجبات حتى القرار الدولي 2254 اللي عم يتلطى خلفه. نعم، إلى أي مدى يمكن أن تؤدي تجديد الحزمة الجديدة من العقوبات، عقوبات قيصر، ستؤدي فعلا إلى حل الأزمة السورية أو تضييق الخناق فعليا على نظام الأسد؟ هلا بطبيعة الحال العقوبات من وجهة نظري طبعا هي شيء إيجابي بالنسبة لنا كسوريين، لنا موقف من هذا النظام المجرم، وتجديد الخناق على هذا النظام وأدواته والميليشيات الداعمة له هو شيء إيجابي في النتيجة بالنسبة لعموم السوريين. لكن العقوبات لوحدها غير كافية، العقوبات لا تسقط النظام، لا تجبر النظام على أن يغير سلوكه. وواضح يعني
ما حصل في اجتماع جنيف الأخير واضح أنه هناك إرادة في التعطيل، لا يريد النظام مقاربة جوهر الأمور والحديث عن دستور، بمعنى يعني نزع صلاحيات السلطة المنوطة بهذا النظام من محتوى الدستور اللي عم يحكم بموجبه. هذا شيء لا يريد مقاربته، وإلا لم يكن ليقود كل هذه الحرب على المجتمع السوري لو كان سيسلم في النهاية يعني بنتائج تقصي عن السلطة. هذا صفة من المستحيلات بالنسبة للنظام، لن يدفع تلك الفاتورة. ما لم يجبر النظام بالقصر وبالأدوات العسكرية، هذا يعني لن يبدل سلوكه نهائيا، خصوصا أنه يحظى بدعم دولي من قبل روسيا ومن قبل إيران فيما يتعلق بموقفه واستمراره في السلطة. إذن يجب أن يكون هناك مقاربة دولية. العقوبات لوحدها لا تكفي. اليوم أثر صار يتمدى على المجتمع السوري أكثر مما يتمدى على السلطة، ولم تبدل السلطة أي سلوك لها تجاه المسألة السورية. الحديث عن التطورات الميدانية على الأرض ربما يقودنا للإشارة على الأحداث الأخيرة في مدينة عفرين، والتي راح ضحيتها مدنيين من قبل قصف ميليشيا حزب العمال. أين يكمن دور الأطراف الضامنة لوقف إطلاق النار أو على الأقل حماية المدنيين؟ ما الحقيقة كل الأطراف لا تعبأ بحياة المدنيين، يعني كل أي عملية عم تحصل اليوم هي رسائل متبادلة بين الأطراف. يعني قسد اليوم عندما تقصف عفرين فهي لا تستهدف فقط الجيش التركي ولا تستهدف القوى المسلحة الموجودة في المنطقة، إنما تريد إرسال رسالة. هاي الرسالة مضمونة أنه هذه الحدود لن تبقى كما هي. هناك موقف إيراني من السياسة التركية، أرسلت عبر رسالة مثلا في إدلب، بأرياف إدلب. هناك موقف في الولايات المتحدة، أرسلت رسالة عبر مطار أربيل واستهداف القاعدة الأمريكية بجوار مطار أربيل. يعني كل هاي القضايا هي عبارة عن صراع قوى وأدوات ومصالح دولية على الأرض السورية، ومن يدفع الثمن هو المدنيين السوريين. لا أحد يعبأ بحياة المدنيين السوريين ودمائهم. شكرا جزيلا لكم رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار الأستاذ غزوان قرنفل، حدثنا عبر سكايب من مدينة مرسين التركية.